طفتني آية وهو حوار في القرآن بين أهل النار وأهل الجنة وبعض الأمنيات اللي يتمنونها أهل النار. يقول الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، شوفوا الأمنية، أن أفيضوا علينا من الماء، يتمنون الموية، أو مما رزقكم الله. يردون أهل الجنة ويقولون لهم: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. طيب يا رب، من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا؟ فاليوم ننساهم، شوف الجزاء اللي أعده الله لهم، فاليوم ننساهم، بالله يتأمل، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. تدري ايش معنى هذا الكلام؟ ينساك الله فيجعلك في العذاب فلا تخرج من نار جهنم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قلوا آمين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن مشى على هديه والتزم بطاعته فمشى كما يريد الله ونبيه صلى الله عليه وسلم.